وآله وصحبه إلى يوم الدين. نبدأ على بركة الله تعالى في هذه الحصة، ونبدأها بالمراجعة مع الأخوات الحزب 13 مع رقم 3. أعطيتهم أرقام هاجر، ما مشيت بالأرقام. طيب رقم اثنين. طيب ما هو بالأرقام حكاية كما تفضل. طيب ايش بعد القطع هون؟ حللنا حكاية ثم الواحد ثم فلسطين حكاية عديهم ايش عاولنا ايش عدي ثم فلسطين عديهم القبان حكاية زيدة مرتين عديتهم مرتين. اي اي نجم تزرب وتجيب الغنن مثلا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نزرب وتجيب الغنن. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة كيفاش دخلتهم على بعضهم؟ انا هم الاعداء للاخرين. عاودة. لا تجدن اشد الناس عداوة. لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين امنوا والذين اشركوا والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة بعد شوي الميكرو. أي وذلك جزاء المحسنين. أي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا واتقوا إن كيفاش عاود وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن كنتم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لحظة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين لكم آياته لعلكم تشكرون. كيف هذا التصميم نتاعك أمام مزيد من المراجعة والتثبيت أكثر. الله يبارك فيك، شكرا. رقم خمسة، أي زيد نثبته بالباهي بالباهي. عنا حزب في الأسبوع نخدم عليه مش برشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا معين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. وأطيعوا. لا لا ازاي؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن التدليل عن الصلاة ويصدكم عن الفلال فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واعلموا. لا مش زي العادة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخير لنا وللسيارة متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي لا لا واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صحيح، بارك الله فيك، جيد تسمع به ما شاء الله عليك. رقم ستة، هاي مرحبا اهلا وسهلا. جعل الله قعدك. لا زد قربوا شويه بعد عمر، خليه على اليسار على اليسار حكيك صح ارتاح. ايوه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد والقلائد
وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماء
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي. فمن أقدم ممن افترى على الله كذبا. على الله، على مرققة، على الله. فمن أقدم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ثم كرسي من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافي كافي هذيك الصمون. يعطيك الصحة سيد، بارك الله فيك، هذيك الصمون نتاعك جزاك الله كل خير. رقم واحد هاي، يا مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا معين وأعنا يا الله، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ خير يا مرحبا، الله يبارك فيك، الله يبارك لك، مرحبا. تحب تستعمل الميكرو؟ أيوة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين موت، مش الموت، مولى الموت، موت. أي. يا أيها الذين آمنوا إذا شهادة بينكم إذا حضر موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فخ من الرأى مش إنير إنير فخ من الرأى إن يرتبت لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن إذا لمن الآثمين نعم إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه غل غل النون المشددة هما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما شهادة عود فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة مش يأتوا يأتوا تو يأتوا تو صفي تاء ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واتقوا الله والتاء ترقيق التاء يلا قول نعم مازال عاد واتقوا الله واسمعوا شو بعدها واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي نيني بين الكسره إذ قال الله قال الله قال قال الله إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي نيني اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ
وإيه؟ تخرج من الطين. كيفاش؟ وإذ تخلق. تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، الله يبارك لك وربي يتقبل إن شاء الله. يا مرحبا سيسر. أوكي. رقم نعم ثلاثة، رقم ثلاثة يتفضل. مرحبا، صورة الكهف سيس روح لباس، ربي يبارك لك سيس روح. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أي الكهف. وترى الشمس إذا طلعت، صحيح قالتها ولا يشعرن. صحيح صحيح. نعم لا لا صحيح. ولا يشعرن نقوله صحيح. ولا يشعرن بكم أحدا. أي إنهم إن يظهروا. أي إنهم إن يظهروا عليكم. ولن تفلحوا إذا أبدا. شو بعدها؟ ها؟ وكذلك أعثرنا عليهم. ليعلموا أن وعد الله حق. وين القلق؟ وكذلك عود من أول. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. نعم. ربهم أعلم بهم. أي. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم
ثمن ولا مزه فلات ومالي هذا ثمن خذينا هنا احنا. اي بارك الله فيك، شكرا، ربي يفتح عليك ان شاء الله. شكرا. رقم 7، اي رقم 7، مرحبا يا معين يا الله، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. وعليكم السلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم. قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نعم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا فمن يكفر بعد منكم. نعم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله ينفع بك. أحسنت ما شاء الله عليك، جزاك الله كل خير ما شاء الله، الله يبارك لك. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الثمن من سورة النمل في هذه الحصة إن شاء الله تعالى.